الشيخ محمد صادق العصيدي عشيرة بني عصيد. بداية نستذكر أرواح الشهداء الذين سقطوا في الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا. نعزي ذوي الشهداء كما نعزي أنفسنا. إن الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا كان له كشف للحقيقة، كشف حقيقة المؤامرة على الشعب السوري. فاليوم حكومة الاحتلال التركي لا تقبل أي مساعدات من أبناء العشائر، من الإدارة الذاتية، من أبناؤنا جميعا، لأن الزلزال الذي ضرب سوريا ضرب جميع الشعب السوري بكافة مكوناته. فاليوم كما تعلمون نحن أبناء العشائر نسيج منتشر في كافة الأراضي السورية من الشمال إلى الشرق للغرب إلى الجنوب. فلدينا أبناء في كافة الجهات. قامت شيوخ العشائر وجهاء العشائر وأبناء العشائر بحملة فزعة أبناء العشائر، قاموا لإيصال المساعدات للشمال وللجنوب عن طريق أبناءنا رجال الدين الذين يشكرون، الذين قاموا بنقل المساعدات. فنحن رأينا تكاتف السوريين، تكاتف الشعب السوري عندما حدث الزلزال، فالشعب السوري جميعه انتفض، الشعب السوري جميعه قدم المساعدات، الشعب السوري جميعه تأثر على الذي أصابه، وتبينت لنا حقيقة، حقيقة الاحتلال التركي، حقيقة القوى المتصارعة ضمن الأراضي السورية. فنحن اليوم لنا رسالة أبناء العشائر وشيوخ العشائر يجب أن نوصلها لجميع أبنائنا في سوريا، فنحن جسد واحد، أي إصابة بالجسد يتألم العضو الآخر. فاليوم مهما حاولت حكومة الاحتلال التركي وهما حاولت دول الاستعمار، نحن لا نستثني أي أحد، لأن هذه مؤامرة على الشعب السوري إجمالا. فاليوم نحن ندعو الشعب السوري التكاتف، وكما ندعو كما توحدنا بالآلام في الزلزال ندعو للتكاتفنا من أجل حل الأزمة السورية والقضية السورية. شكرا. الشيخ فهد شلاش أحد شيوخ قبيلة بني سعيد، اليوم أنتم تعرفون الكارثة التي حلت في بلادنا وعلى الشعب السوري والشعب التركي، ونحن كشيوخ وجهاء عشائر، طبعا العشائر في شمال وشرق سوريا من الدير إلى منبج كلهم يعني قاموا بمساعدة إخوانهم السوريين في شمال غرب سوريا، وحتى في غرب سوريا في مناطق النظام قامت العشائر بفزعة نخوية لأجل إخوانهم السوريين، لأنه نحن نعتبر كل الشعب السوري هو شعب واحد وشعب وطن واحد وشعب سوري واحد، فلا نفرق بين شمال غرب سوريا ولا نفرق بين شمال وشرق سوريا ولا أي منطقة كانت. فقامت العشائر جاهدة لمساعدة إخوانهم السوريين المنكوبين تحت الأنقاض من ظاهرة الزلزال الذي ضرب شمال غرب سوريا وغرب سوريا والذي ضرب دولة تركيا. فنحن اليوم لا نفرق كعشائر بين هذا وذاك، فالعشائر اليوم، فهذا يدل على التماسك والمحبة بين السوريين وأخوانهم السوريين، لأجل يعرف العالم كله أجمع أنه نحن شعب سوري واحد تحت سقف وطن واحد ولا نفرق بين ذاك وذاك.